ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الفولي. مشكله النهارده مشكله بسيطه جدا واجهت ناس كتير وواجهتني انا شخصيا، وهي ان انا لما كنت باجي اعمل مثلا ديليت لاي فايل او فولدر ما يرضاش ان هو يتمسح معايا باي شكل من الاشكال خالص. ما كنتش عارف السبب لحد ما لقيت طريقه ان انا امسح الفايل او الفولدر ده بشكل نهائي خالص من غير ما يفضل عندي على الجهاز ومن غير ما يسبب لي مشكله في الجهاز. زي ما انتم شايفين دلوقتي في فولدر عندي تحت اهو، الفولدر ده للاسف انا بحاول ان انا امسحه دلوقتي، وزي ما انتم شايفين بيجي هنا يقول لي ان انا مش اقدر امسح لك الملف، مع ان الملف غريب جدا ما فيهوش اي حاجه وفاضي. يعني بص لو دخلت كده هتلاقي كل الفولدرات اصلا فاضيه، وهنا كمان في يعني بروجكت لو جيت حبيت امسحه هيتمسح معايا. طيب لو جيت انا مثلا بره بقى على الفولدر نفسه امسحه برده ما يرضاش يتمسح معايا. طب ايه السبب؟ انا الحقيقه يعني بعد بحث كتير ما عرفتش السبب في الموضوع ده ايه، خصوصا ان كمان الفايلات فاضيه. لكن لو كانت الفايلات فيها حاجه من جوه كنت اقول مثلا كان في فايل مثلا شغال مع الجهاز او كده. نحل المشكله دي ازاي؟ المشكله دي حلها بسيط جدا بدون استخدام اي برامج خالص. بس قبل ما اكمل الطريقه ما تنساش تعمل لايك وشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، ويلا بينا نكمل فيديو النهارده. كل اللي احنا محتاجينه دلوقتي ان احنا نروح على قائمه ستارت، وزي ما قلت لكم انا مش هستخدم اي برنامج خارجي نهائي. كل اللي هعمله هكتب كلمه سي ام دي اللي هو الكوماند عامه، هنيجي هنا ندوس كليك يمين، واهم حاجه لازم كليك يمين وران اس ادمنستريتور، يعني ما ينفعش تفتحه عادي، لا لازم تفتحه على انه ادمنستريتور عشان يقدر يقبل الاوامر معاك بشكل كامل من غير مشكله. هنيجي نفتح هنا وهيظهر معايا بالشكل ده. طيب ايه هي الاوامر او اللي احنا هنكتبه هنا؟ الحقيقه الموضوع بسيط جدا، احنا مش هنكتب غير امر واحد بس، وانا هسيب لكم الامر ده في الديسكريبشن تحت الفيديو. كل اللي هنعمله هنيجي هنا هنلاقي اللاين ده متقسم حتتين، الحته الاولى وهي الامر الاساسي اللي احنا هنكتبه. كل اللي انت عليك هتعمله هتاخده زي ما هو كده كوبي، هتدوس كليك يمين هتلاقيه نزل معاك بدون اي مشكله خالص. الجزء التاني بقى هنا ده انا مش هكتبه في الديسكريبشن لسبب، لانه هو ده بقى المكان الفايل اللي انت عايز تمسحه. لو خدت بالك هتلاقي ان انا الفايل بتاعي اهو اللي هو مكتوب 454 ده مكانه في اليوزرز في ايفولي في ديسكتوب، بعد كده اسم الفولدر. طيب انت تجيب اسم الفولدر بتاعك ازاي؟ يعني نفترض مثلا انا مش همسح ده، انت بقى هتمسح مثلا الفايل مثلا ده، هتيجي هنا تفتحه وتاخد الاكستنشن بتاعه من فوق زي ما مكتوب كده، ولو نزلت تحت هنا هتلاقيه برضو اف مثلا موفيز مثلا، هتيجي هنا هتكتبه تمام. فانت تختار المكان اللي انت عايز تشيل منه الفايل وتاخد الاكستنشن بتاعه، ثم بعد كده تيجي تنقله زي ما انا هنقله دلوقتي. هتيجي هنا تاخد اللاين ده وتنقله برضو هنا تدوس كليك يمين او كنترول وفي كده، اصبح ان انا كتبت الامر، بعد كده كتبت المكان اللي فيه الفايل نفسه اللي هو ده. طيب انا هجرب دلوقتي تاني قدامكم قبل ما اعمل الاوردر ده، همسحه برضو نفس الموضوع مش عايز يمسح اي حاجة. طيب هنيجي دلوقتي بقى هندوس انتر، هتلاقي هنا بيقولك انت متأكد انت عايز تمسح الفايل ده؟ هتقوله يس، فهتدوس حرف الواي بعد كده هتدوس انتر، الملف زي ما انتوا شايفين اهو دلوقتي اتمسح من غير اي مشاكل، ما بقاش موجود. لو دخلت الريسايكل بن اصلا مش هتلاقيه، فخد بالك ان الفايل اللي انت هتمسحه ده هيتمسح نهائي من الجهاز مش هيروح ريسايكل بن. وده حل الموضوع بكل اختصار بدون استخدام اي برامج او بدون اي عوامل خارجيه تشتغل عليها عشان تمسح لك الفولدرات اللي فيها مشاكل. انا كده جبت لك الحل بشكل بسيط جدا. كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو استفدت من الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.